السلام عليكم، نتمنىكم بخير وعلى خير. وصفه اليوم هما مسمنات معمرين في الفران، كيجيو مورقين بعجين رائعه وحشوه ولا اروع. يلا ندوزوا المقادير وطريقه التحضير باذن الله، وما تنسونيش من لايك للوصفه ومشاهده الوصفه والبارتاج مع الاهل والاحباب لتعم الفائده. يلا ندوزوا المقادير وطريقه التحضير. غادي نوجدوا مع بعضياتنا اليوم واحد المسمن في الفران معمر حشوة الطاكوس، كيجي لذيذ بزاف بزاف ومغاير على الرغايف اللي انا ديجا مديراهم معاكم. فمني كننزل الرغايف وهادشي ديال المعجنات فكنشوفهم كينالوا الاستحسان ديالكم وكيعجبوكم، وفيديوهاتهم ما شاء الله تيطلعوا بحال هكا الشهده بحال شهيوات بحال هكا، فكنشوف انهم تيعجبوكم. و حويجات لي عامرين بحال هكا حتى هما كينالوا الرضا، مي ما عرفتش واش ديال الحشوات كيجيوكم غاليين، لكن هادو اللي كنديروا حشوه راه منها البنات غدا، منها عشاء، منها غوتي، منها كلشي، يعني راه شي حاجه زوينه. فبركه من الهضره وغادي ندوزوا للمقادير ديال العجين. فيه 300 غرام ديال الدقيق الفينو مع 300 غرام ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، فيه معلقه ديال العسل، كيس ديال خميره الحلوه، واحد المعلقه كبيره ديال الزبده الملحه، هنا واحد نص معلقه صغيره ديال الخميره المعجونه، و50 غرام ديال بودره الحليب المجفف. الا ما عندكمش حليب مجفف عوض انا غندير من 250 مللتر ديال الماء حتى ل 300 دافي، غديروه نتوما حليب دافي. فغادي ناخذ الدقيق ديالنا غادي نضيف ليه حليب مجفف 50 غرام، خميرة الفورية، كيس ديال خميرة الحلوة، هنا معلقة ديال الزبدة، الملحة، وهاد شوية ديال العسل، هادي ماشي شوية، معلقة صغيرة، عوض السكر، فكيعجبني أنا ندير العسل. صافي غادي ندير من 250 مللتر حتى 300 مللتر ديال الماء، الماء دافي. غادي نعجنها مزيان، نديرها كويرات ونخليها ترتاح مزيان على ما نوجدوا الحشوه ديالنا. العجين ديالنا خليناه كيترتاح، دابا غادي ندوزو نوجدوا الحشوه مع بعضياتنا. الحشوه غادي نديرو فيها في مقله غندير زيت الزيتون، وغادي ندير فيها جوج بصلات كبار مشلضين، على هذا الشكل، وغادي نزيد عليها فص ديال الثوم، هنا درت البصلة، غادي نضيف ليها واحد جوج فصوص ديال الثوم، غادي نضيف لهم شويه د الملحه وشويه د الابزار، وغادي نضيف شويه د الابزار او الفلفل الاسود، وغادي نخلي البصيله ديالي حتى تطيح مزيان، وعاد نكملوا باقي المكونات. كيف كتشوفوا من بعد ما طاحت لي ديك البصيله، فدابا غادي نضيف على هنا ديك الكفته 500 غرام ديال الكفته، ممكن ديروا الصدر ديال لاديند مقطع طريفات ولا الكفته ديال لاديند، ومعاها واحد البطاطا اللي مقشره ومحكوكه. غادي نخلط ونبقى نحرك حتى تطيح ليا الكفته، ونطيب هاد الكفته ديالي مع هاد البطيطه، راه حيت مفوكه دغيا غادا تقلى وتطيب. غادي نضيف عليهم الكزبر والمعدنوس ونخليهم يطيبوا حتى يتشحروا لينا. غادي نضيف الكزبر والمعدنوس
صافي غادي نبقى نحرك ونطيب فيها حتى طيب لي الكحتو البصله ومع ديك البطيطه وغادي نتلاقاو. كيف كتشوفوا من بعد ما طابت لي الحشوه بحال هكايا، فدابا غادي نضيف ليها واحد شنو نقول لكم شي ثلاثه المعالق ديال المايونيز. قلت لكم هي حشوه تاكوس مسمن تاكوس، وغادي نضيف ليها صوص اندلسي. المهم اي صوص كديروها ممكن تحضروها حتى في البيت. شي جوج معالق كبار، المهم صلصه المايونيز كتكون كثر، وهذه الجيريان. صافي غادي نخلطهم مزيان. البنات بغيت ندوي على هاد لي صوص، هاد لي صوص راهما غزالين، فممكن كيف ممكن تحضروهم بالبيت كاملين، كيف ممكن تشريوهم جاهزين. فمني كتشريوهم جاهزين تتنقص عليك شويه د الخدمه البنات. فشوفوا غادي نخلطها مزيان، غادي نخلي الحشوه ديالي دابا تبرد مزيان. المسمن العجين ديال الرغيف راني انا يعني عجناها وديرها كويرات ومخليها ترتاح، فشويه غادي نتلاقاو باش نعمرو الرغيفات ديالنا، رغيفات تاكوس. غادي نحتاجو معاهم شويه ديال الجبن ديال الساندويش، وغادي نحتاجو زبده وزيت للتوريق والنشا عفوا. صافي ها هي جاهزه، واحد الريحه عطات دابا ما شاء الله، يعني بحال البنه ديال التاكوس نيشان. فغادي نخليها تبرد وغادي نتلاقاو باش نعمرو مع بعضياتنا. غادي ندوزو الطريقه ديال التوريق، فغادي ناخذ العجين ديالنا ديال المسمن اللي هي هذه البنات. انايا راه دلكتها ودرتها كويرات وخليتها بقات مغطيه وكترتاح، وانا بديت كنمرق دابا. فغادي ناخذ هنا ذوبت الزبده وضفت ليها الزيت، بها غادي نورق. حطها هنايا على جنب صافي، وغادي نبدا نورق. غادي ناخذ دابا هاد الزبده والزيت اللي انا مورقاهم، وغادي نورق بها المسمن. على هذا الشكل حتى تورق ليا، ونديرها على شكل مربع عادي، يعني بحال المربع اللي كنديرو. هاد الوصفه يعني ملي كتكوني تورقي فيها وديري هكا الزبده، كدهني بالزبده وكترشي بالنشا، فانا النشا ما غنديرهاش. صافي على هذا الشكل نبقى نورق على هكا كبيره. غادي ندهن عاوتاني بالزبده والزيت، اصلا راه مورق بهم، وغادي نديرها على شكل مربع على هذا الشكل ندهن حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله ديال المسمنات. شفتوا احنا راه ما دايرينش فيها الخميره بزاف، فكل ما ارتاحت العجين كل ما تعطينا الطوع يعني مزيان. انتبهتش غادي نورقها حتى هي ونديرها على شكل مربع هكا حتى نكمل الكميه ديال الرغيف اللي عندي كاملين. انا غادي نكمل ونتلاقاو باش نكملو التتمه ديال التحضير. هنا كيف كتشوفوا من بعد ما ورقت المسمن كامل المربعات، فغنبدا باول مربع بديت به، وغادي نورقو هكا مربع عاوتاني، وغادي ندير فيه جبن ساندويش نحطو هنا، وغادي ناخذ من الحشوه ديالي كي شفتوا طيبناها وبردات مع بعضياتنا، غادي ندير منها معلقه فوق هذا الجبن. و
ونعاود نتنيه عاوتاني على شكل مربع، فهكا كيجينا مورق اكثر. بحال هكا، وغادي نحطو على هاد الجهة في الطاولة اللي غندخل للفران. نعاود معاكم وحدة اخرى، غادي نورقها كيف قلت لكم على هاد الشكل. غادي ندير جبنات ساندويش، معلقه من الحشوه، صافي. ونجمع الجوانب على شكل مربع، بحال هكا، وغادي نحطها في الطاو. كتشوفوا البنات من بعد ما كملت رغيفات ديالي كاملين، فدائما خديت اصفر البيض معاه صوص الصوجا لانه تيعطي هذا اللون المالح الزوين عوض القهوه سريعه الذوبان في الحلوين. فغادي نحاول ندهنهم كاملين على هذا الشكل. ندهن مزيان البنات، والفران راه درتو تيسخن. دائما كندوي معكم على الفران، الفران راه درجه الحراره دابا ملي كنكون كنسخن فيه راه كتكون عاليه حتى يسخن مزيان، لان هاد الرغيف المعمرين خاص يكون الفران سخون بحال الا غادي نوجدوا الخبز، يعني بحال غنطيبوا الخبز. لكن بمجرد ما نخشيو المسمن ديالنا غادي نقصوا درجه الحراره تولي متوسطه، ونشدر العافيه تبقى شاعله غير لتحت حتى يطيبوا لينا، والا ما تحمروش ديك الساعه راه نشعلوا عليهم فوق اكيد باش يتحمروا لينا، ونخرجوهم ونقدموهم بالصحه والراحه. وديك الساعه تزين على حسب الذوق ديال كل وحده فينا. البنات هو انني غندردر عليهم شويه ديال الزنجلان، انا بغيتهم بالزنجلان. صافي غادي ندخلهم الفرن. هما الرغيف ديالنا ملي خرجتهم من الفران انتم كيف كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل، كيجيو رائعين بزاف، والريحه ديالهم هما كيطيبوا في البنات شي حاجه زوينه زوينه بزاف. فنتمنى سخفانه البنات الوصفه ديال اليوم تروقكم وتنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، كتجي هانتو كيجي مقرمش. شوفوا العجينه خطيره البنات، هانتو هانتو كيجيو مرقين. شوفوا يعني كيتقرمش وراه باقي سخون، وهذيك الحشوه لداخل وهذاك الجبن اللي شوفوا كلها كتقرمش، يعني عجينه رائعه بزاف بزاف.
فنتمنى الوصفه ديال اليوم تروقكم وتنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. وإلا عجبتكم الوصفه كيف ديما ما تنساونيش من لايك الفيديو واشتركوا بقناتي قناه شهيوات ام العربي باش دائما توصلوا كل جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته، والى وصفه قادمه بحول الله.